اهلا بكم معنا اعزائي المشاهدين، وهذه الحلقه الجديده مع جنوبيات بنعيشها معكم النهارده من قريه الطناب مركز ادفو محافظه اسوان. طبعا اعزائي المشاهدين، كل مكان هنا مفتوح وكل الخيام والمناظر، واحنا النهارده في خيمه اولاد المرحوم عبد العزيز عيسى. حاج محمود، كل سنه وانت طيب. كل حضرتك بخير وصحه وسلامه يا رب، ربنا يبارك فيكم واهلا وسهلا بيكم ومنورين كل سنه ان شاء الله وعمرانا بيكم باذن الله. يا مرحب يا مرحب بالقناه التامه، اهلا وسهلا. طبعا يعني كلمنا على استعداداتكم في البدايه وايه اللي بيحصل بالنسبه لاول اليوم واستقبال الضيوف وبالنهار وبالليل لحد بكره لحد المرماح. احنا والله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، طبعا بتبقى زي عيد، زي عيد الاهل كلها بتفرح والحبايب كلها بتفرح، صغار وكبار، والحبايب زي ما حضرتكم شايفين بيجونا من كل مكان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، من اسنا، من قنا، من كوبانيه، من اسوان، من سوهاج. وبيبقى يوم الخميس على دبيح واحتفالات تحت اهل البلد. بداية من يوم الجمعة بيبقى استقبال ضيوف، نستقبل الضيوف أول النهار من الصبح، من الصبح نستقبل ضيوفنا من الصبح، والحمد لله رب العالمين يجعلها دائما عمار في عمار. وبيبقى فيه كمان العصرية، عصاية ويعني مزمار ويعني كل مكان على حسب ايه. يو احنا طبعا الليلة دي بتجمع جميع الناس، اهل العصاية تلاقيهم في العصر العصاية يلعبوا العصاية، الذكر والتواشيح الدينية بالليل زي ما انت تواشيح دينية. السبت بيطلع الناس بتفطر وتتوكل على الله على الصابل، تمام، وعلى الله العمار الحمد لله رب العالمين. يعني برضو بالنسبة لليلة دي من زمان، من زمان جدود، من جدود جدود كل سنة. احنا طلعنا لقينا الوضع ده، احنا طلعنا لقينا الوضع ده كل سنة، ولذلك ماسكين فيه كل سنة، لأنه هو الحاجة الوحيدة اللي بتعرفنا على الحبايب. يعني ناس العمدة هم ناس الطالب ياجونا من فارس، ناس بمبان، ناس زي ما أقول لحضرتك، الناس بتتلم في الليلة اللي زي المديح. أنت بالنسبة هنا برضو في الخيمة، خيمة آل عيسى أولاد عيسى، بيبقى المديح بالليل. يعني أنا مثلا داعي أولاد المرحوم عبد النبي الرنان، تمام، في عندك مثلا العمدة صلاح بجاد داعي أولاد المحاريس، تمام، كل مكان بتلاقي فيه ذكر، كل مكان فيه ذكر، كل مكان الليل البلد كلها في عمار في عمار في عمار. اللي انت شايفه هنا ده في كل مكان في البلد. Thank you.
والتقينا اعزائي المشاهدين بالحاج احمد والعمده فيصل النهارده جايين من مدينه ادفو. حاج احمد اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا مرحبا. الله يبارك وصون طيب يا حاج. طيب كلمنا على الليله النهارده حضوركم في الطناب. الليله دي بتعود علينا كل سنه بنتجمع فيها الاحيل وتتقي الناس دائما يعني من جميع البلاد من عندنا محافظه قنا ومحافظه اسوان والاقصر كله بيتجمع يحتفل عند كل مجموعه لها اصحابها وحبايبها وبتعود علينا كل سنه في نفس الميعاد ده في نفس الميعاد ده كل واحد بيرن على صاحبه ولا يرن على ده ولا ده بنلتقي بالليل كل الاحبه في كل مكان ناخذ نص ساعه هنا نص ساعه هنا نراضي جميع على البلد كلها نراضيها متعودين كل سنه يعني كل سنه في نفس الميعاد نفكر بعض ونتجمع كلنا في نفس المكان ونراضي ده نص ساعه ونراضي واحد ثاني بحيث البلد كلها راضيها في بلاد مشتركه جنبيهم بالجيران بالنسبه للجزيره برضه في ناس بتفرش معاهم هنا بنروح لهم المجموعه دي كلها بتبقى في اليوم ده بتحتفل بليله الطناب الليله كلها اللي بيجيب ذكر واللي بيجيب كف ولا كل واحد بيفرح على كتف فرحه. جميل. عمده فيصل اهلا بحضرتك. مرحبا. برضه تواجدكم النهارده وحضوركم واهميه الليالي دي بالنسبه لكم. والله الليالي دي حاجه للود والمحبه وحاجه متوارثه من الاجداد من زمان. يعني الليالي دي بتعرف الناس ببعضها وبتوصل الود والمحبه بين الناس وبعد كده بيبقى الصبح في مضمار خيل ورماحه وبتبقى في خيل بتجري الصبح وكده والناس بتتنافس يعني وحاجه حلوه وكده. العمده صلاح من فارس النهارده اسوان والحاج عبد الحميد من الدير اسنا النهارده موجودين في ليله الطناب اهلا بحضراتكم معانا. الله يخليكم. كل سنه وانتم طيبين. متعود تيجي سنويا ناس ما بتاخروش مننا وعوائد من جدودنا بنمد الموده يعني ناس بيواجونا واحنا بنواجيهم ومن الجدود يعني مش بتاعتنا احنا من الجدود زين عليها يعني من كبارنا ويعني مش خيل بس يعني كارت بنع الاساس والمحبه وال بس هي الخيل عامل مشترك أي يعني مصلحة يعني اساس المحبه والموده وهي حاجه ثانيه. ايه الفرق بين ليله فارس مثلا او الغرب او بنبان او الليالي هناك وبين هنا في الطناب؟ هو يعني في فارس في احنا بنحتفل بليله جدا السلطان عبد السلام هنا في ناس اهالي الطناب حبايبنا الشيخ حسن الطنابي وبتختلف عاد في الميدان غربه
في الصابة. مسافة فارس آل مرماح 3 كيلو، هنا مثلا يعني الطوناب 1.5 كيلو زي كده. وفي خيل برمح هنا أرضه، في خيل يرمح في فارس أرضه، كل حصان يروح في الميدان اللي هو يناسب له. طيب بالنسبة لإسنا حق عبد الحميد، ايوه باش طيب بعد الايام، يعني انتم برضو في علاقات ومودة ما بينكم وبين اهل الطناب؟ ما بدعونا وبندعيهم ورماحة وتحتفلات برضو، زي ما بيجوا عندنا بنجي عنديهم، يعني في كل البلاد، فارس اتفو دراو مش عارف ايه، كله ده الكلام ده بنبان، فكله ده يعني احتفالات. وطريقة الاحتفال برضو في إذنا نفس الطريقة ولا بتختلف؟ نفس النظام، حضر وموالد واحتفالات ورماحة بس هنا الصوابي بتختلف، يعني فيها الصوابي اللي هي طويلة وفيها الصوابي اللي هي قصيرة، بتختلف في كده. المرماح بيختلف على حسب الصوابي؟ بيختلف على حسب الصوابي، كل صابي وليها خيل. لو سألت حضرتك عن أهمية الليالي دي، إيه تمثلكم إيه الليالي دي؟ الليالي دي والله زي ما تقول محبة، وهني من أيام الكبار هم بيدعونا وبنجيهم، واحنا بندعوهم بيجونا على السيد احمد، يعني في الدير، في الدير موده. انتقلنا أعزائي المشاهدين إلى خيمة الحاج خليل عبد الحميد في ليلة الطناب. أهلا بحضرتك معنا حاج خليل. مرحبا. مرحبا بكم، سنة طيبة. بعد الأيام، بعد الأيام. يعني النهاردة يعني احتفالية في كل مكان هنا في الطناب. كل مكان، أيوة، ده بنحتفل بها الليلة دي في كل، يعني في كل في السنة في نفس الميعاد في نفس التوقيت. هو احتفال وعشان خاطر نشوف الحبايب والناس وأولاد العم، وهي زي ما أنت شايف يعني. نستعد ايوه، بنستعد ونجهز ليها تماما، ونستقبل الناس الله يبارك لك، ونستقبل الناس كل سنه يعني. الضيوف ده الحاج النايب عيد ود عمنا، والحاج عبد الباري برضه ود عمنا، من الحبايب، من الحبايب. اهلا بحضرتك، اهلا بيك، الله يسلمك، الله يبارك. برضه اهميه التواصل واهميه الليالي دي بالنسبه لكم؟ لا طبعا، ده شيء يعني بنسعد به كل عام في شهر 12 2 12 بالضبط، بنلتقي بالأحبة وبنلتقي بالإخوان وبتجمع الناس، وبنشكر طبعا الحاج خليل اللي بيجمعنا في المكان المبارك دي. وطبعا الليلة بتكون ليلة سعيدة، ليلة عرس وليلة عيد لأهل الطناب جميعا وللمركز عامة طبعا،
والليله معروفه يمكن على مستوى المركز او مستوى المحافظه ليله الطناب دي، وكل سنه وانتم طيبين وعودوا علينا وعليكم بالخير والبركات ان شاء الله. طيب حق كل سنه طيب. عبد الباري، عبد الباري محمد جاد من مدرسه سياسيه. احنا بنشرف بالليله دي 2/12 كل سنه، بناجي للعمامه ولد العم هنا تيب، وكلنا بنزور بعضينا وبنتقصى، وهي بتبقى فرصه بالتعارف من قبلي، بتجمع الليالي كلها والاحباب كلهم مستمرين عليها من زمان. كل سنه كذا 2/12 بناجي نتعرف على بعضينا برضو، وفي ناس بتموت وناس بتحيا، وهنا ايه بنتقابل، هي الليله الوحيده اللي احنا ايه بنتقابل فيها. والتقينا اعزائي المشاهدين في ديوان اولاد المرحوم طه ابو عيسى. اهلا بك حق جابر. جابر طه ابو قاضي. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، مرحبا بالقناه الثامنه، نتشرف بكم وشرفتونا الله يبارك فيكم، القناه الثانيه والعاملين على القناه الثانيه جميعا نتشرف بهم. اهلا وسهلا بكم في الطناب بلدكم. كلمنا على ليله الطناب والتجمع اللي شايفينه يعني، وازاي بتستعدوا ليها؟ والله ليله الطناب دي ليله يعني من قديم الازل موجوده عندنا هنا كل سنه، وان شاء الله بنعملها، والحمد لله يعني الناس بتاجينا من جميع البلاد، من اسنا ومن درا ومن اسوان ومن كل البلاد محبه في الطناب، واحنا بنحب الناس البلاد برضو، فلذلك هم بيجوا عندنا بيجاملونا وبنجاملهم، وبنستعد لها برضو من اسبوع، بتفرح البلد بها فرح كبير يعني، بنحضر المناسبات زي ما انت شايف، اللي عنده ذكر واللي عنده فرح والبلد كلها بتبقى في فرح بما يرضي الله تعالى. يعني هل التجمع ده نقول او كل البيوت مفتوحه ولا في بعض الاماكن؟ مفتوح، كله مفتوح، ما فيش حد مفاتح بيته، الكثير والقليل، الغني والفقير، لان الناس بتحبها زي حب العيد، يعني زي حب العيد بتحبها الناس السابقة. ليه؟ بنشوف الناس الحبايب بتاجينا من اسنا وبيجينا من اسوان ومن ادفو ومن درا ومن كومو زي ما انت شايف قدام عينك.
وانتقلنا الى ديوان العمده عبد الرحيم. عمده اهلا بحضرتك وسلام طيب. انت طيب، مرحب بكم في الطوناب، بنرحب بكم، بنرحب بالقناه التامنه، شرفتونا وده شرف لنا زيارتكم لنا. احتفالكم بليله الطوناب؟ والله ده احتفال سنوي بنحتفل به، وبيشرفونا اولاد عمنا من الغرب ومن الشرق ومن الشمال الى الجنوب، ومشرفنا ابن عمنا الاستاذ حمدنا الله وكيل وزاره التربيه والتعليم سابقا، وبرضو اخواننا هنا من الرمادي ومن سلوى ومن ادفو ومن يعني من 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 من, من نجوع مركز ادفو، وفي ناس برضو من محافظه قنا من اسوان شرفونا. يعني تبقى اللي دي فرصه للتعارف للتلاقي، للتعارف شوف بعض، وبعدين دي بتجدد المودة، ودي ليلة سنوية، وهو يعني هي الحدوتة تزاور يعني، والناس بتشوف بعض يعني. جميل. الناس بتشوف. استاذ حمدنا الله كل سنة وحضرتك طيب، ويعني تأثير الليالي دي وانعكاسها برضه وعلى تقوية العلاقات الاجتماعية. نبدأ معقل الجعافرة هنا في إدفو عندينا. احنا جينا هنا عند العمدة عبد الرحيم، الحمد لله عبد الرحيم عمدة الطوناب، ويمكن احلى عمده موجود عندنا حاليا، ولا والله ولا يعرف الفضل الا غير ذو الفضل العمده عبد الرحيم ده، حتى البرستيج بتاعهم هنا عالي خالص خالص، واللي عاملينه النهارده عند العمده عبد الرحيم وعند اهل الطوناب بيرفع راسنا وبيرفع قيمتنا في البلاد، لانهم دول ابناء عمومتنا على طول. وهنا المشرفين عندنا ابناء من الردسيه ومن الحباري ومن الساده العلويه ومن الساده الاشراف المريناب، وفضيلة صاحب الفضيلة العالم الجليل الشيخ إبراهيم عبد الغني، وأهل القنادلة كلهم دول مشرفين هنا، فين ابتدينا بالعمدة عبد الرحيم. انتقلنا الى ديوان اولاد المرحوم احمد حسين جاد بالطناب. حج يونس كل سنه طيبين. وحضرتك طيب ان شاء الله، بس عليك شرفنا بكم ان شاء الله. تكلمنا على برضه استقبالكم واستعداداتكم هنا بالنسبه لليله، وطبعا يعني شايفين الحضور بيبقى فيه دعوات ولا ازاي بيتم الحضور يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. من المعتاد في البلاد جميعا يعني لما يكون في ليلة محددة الاحتفال بأحد أولياء الله الصالحين، أو مناسبة قومية أو مناسبة شعبية، كان الأول بيعملوا دعاوي ويوصلوها للبلاد عن طريق يعني إيه الجوابات، أو ناس يتقابلوا في الليلة اللي قبل اللي قبلها يوصلوها للبلاد، كل بلد يتكتب لها دعوة خاص. انتقلت بعد كده لما التطور التكنولوجي والنت عن طريق يعني الصفحات، التواصل يعني. التواصل الاجتماعي يعني عن طريق الصفحات، والناس يعني بسم الله ما شاء الله احنا بنسير على ود الاجداد.
بنصل الرحم وجبر الخاطر. عمنا الشيخ صالح الشاعر عليه رحمه الله كان استاذنا وعمنا، كان يقول لك ان جبر الخاطر اعلى درجه من الفرض. الفرض ان اتيته اجرت، وان لم تاته تؤديه حسبت عليه. اما جبر الخواطر فعند عند الله سبحانه وتعالى جبر الخواطر اعلى درجه، سواء في افراح او في اقراح. يعني صاحب الفرح او صاحب العرس لما انت بتروح تجبر بخاطره، هو بحس ان له عصبه وله اخوان وله احباب. وصاحب القرح يعني صاحب الواجب، صاحب يعني المصيبه، لما تروح له بيحس على انه ربنا خفف عنه العبء اللي هو مصاب فيه. أعزائي المشاهدين، كنا معكم اليوم وهذه الحلقة جنوبيات عشناها معكم من قرية الطناب مركز إدفو محافظة أسوان. شكرا لكم وإلى اللقاء.